عدس ناقعته، عدس احمر، عدس الاحمر ناقعته. وعندي القرع. هلا رح احكي لكم انا شو الحركه اللي انا عملت فيه بالقرع. بالقرع عندي بصل، عندي تومه، وعندي الدقه. هي شمي الدقه، الدقه اللي بناكلها زي مع الزيت. هاي احكيها ولا اخليها سر؟ لا كيف سر؟ مش عارفه، ايش رايك؟ اكيد احكيها. هلا هاي على مقلايفه، بتحطي سمسم عادي، سمسم سمسم. اوكي سمسم مش محمص قصدك؟ ما هي ما احنا راح نحط انا اوريدي عملتها على الخلطه وكل شيء. بنحط سمسم، بنحط كمون حب، بنحط بندق حب، وبنحط الكزبره حب. بقلبه على النار من غير زيت على المقلاي، تحميص، بحمصه، بخلي زيوته لحالها تطلع. اوكي خلصت، باخذها بضربها، بس اشم، بس ابلش اشم الريحه. بقيمها عن النار وبضربها بالخلاط وبحطها على القرع. اوكي هاي اذا هي الخلطه. بس هلا شو عندك انت اشياء انا تركتها على جنب عشان برضه بدي ازين فيها السوق؟ اوكي يعني هي هاي الدقه هي هاي نفسها المحطوطه على القرع، اللي محطوطه على القرع. هلا القرع انا صراحه خلصته، يعني ايش حطيته بصينيه، ملح اوريدي، هاي الدقه فيها ملح. اوكي بس قولي لنا القرع بتقشريه ولا بتخليه بيقشره؟ لا احسن يتقشر، لانه بالاخر بدي اهرسها هاي شوربه. اوكي اذا قشروا القرع وقطعوه كيوبز، مربعات، مربعات بالضبط، وحطوه بالفرن مع الخلطه. بنحط بالفرن صينيه شويه زيت زيتون والخلطه الدقه بتفت مي، وبالفرن على 180 وتركيها. كيف تعرف انها خلصت؟ امسك الشوكه غزيها بالقرعة. غزيها. أوكي. بالضبط. إذا عرفنا كيف نعمل القرعة. هاي الدقة. طب هلأ الدقة هي مش هاي نفسها اللي بناكلها بالزعتر؟ اسمها دقة. في عندك دقة زعتر. الدقة أكثر من نوع. وانت لاحظت الزعتر إيش فيه؟ سمسم. صح. فكل دقة وحسب البلد، حسب شو بيعملوا، حسب صح. عاداتهم، حسب أوكي. شو بياكلوا، حسب شو هذا. فشوفي هذا الحلو بالموضوع، في انه كيف كل بلد إلها أكلاتها وشو الحبشتكات تبعيتها هم بحطوها. بس احنا اشهر اشي بالزعتر، جد زعترنا غير. دوقي زعتر امي في بعدين. الزعتر تبعنا غير بعدين عن جد. جد بتعمله على ايدها. هلا في حياتي. اوكي حطينا زبدة. انا هاي تركتها الشلوت اليدوي. هاي لسه طنجرة حلوة صغيرة. في اشياء اكبر في طنجرة. حطينا نتفة الزبدة. اوكي هلا بدي ادير عليها البصل. اوكي والتومة. نرجع البصل وتومة عشان نعمل الشوربة. بالضبط. خليني أدقها. حاسة في عجقة كتير. لا بالعكس. مطبخ شو؟ أوكي مش عارف. مطبخ تومة. تومة مع البصل. أسكى ريحة هاي. أسكى من الكزبرة والتومة؟ تنتين زكيين، بس الكزبرة لا، الكزبرة لا يعلى عليها غير صراحة. هلا حطينا هاي، بنقلبها شوي. اوكي نخفف عجقة. هلا العدس عندنا مش مسلوق، مو مسلوق، منقوع. منقوع بس ناقعته. اوكي تمام. طب احنا ليش بنسميه احمر اذا هو لونه برتقاني؟ عشان في ايش السؤال؟ مش عارفه هو وليد اللحظه هذا هيك عرفتي، لانه وانا عم بحكي عندنا عدس احمر، طب ليه بنسميه احمر؟ خلص اوكي برتقاني. هو برتقاني بعرفش ايش انا هذا، بس اشوفه بتذكر الهند، ما بعرف، او شوربه العدس. شوربه العدس هي، بس عندك البني، عندك الاسود. بس احنا شوربه العدس بتنعمل بهذا البرتقاني او الاحمر. نعلي التمبرتشر. ما في اسكى من ريحه الزبده صراحه. الزبده مع البصل والتومه حكايه جد. هلا هذا فيه على فكره، احنا لسه ما عملنا الكسكس. ندير، انا حطيت كاسه عدس منقوع. اوكي خلينا ندير ميته ساكن، ما لهاش شيء. الريحه بلشت تطلع. هلا هلا اوكي
هذه كلها رح نهرسها في نهرسها عشان تكون كلها زي الشوربه. اه بالضبط هي بيوري. بحبوا انا هاي الهراسه اللي هيك هاند بلندر. اه الهراسه في وحده بالاوتيلات اللي بنستعملها، بتعرفي الدرل اللي بالكونستراكشن سايت بحلات هذه درر. احنا عندنا وحده بس هاند بلندر هيك كمان كنا ماشي هيك عملتيها ماشي. اشغال شاقه هاي مش احلى اوقات احلى اوقات في يا الله شو بعشقها، لاني انا من النوع الحرك ما بحب اضل ما بحب اضل واقفه بمحلي. فالشغل بحب يضلك حركه هيك. الحركه المفرطه كثير ساعدتني بالمطبخ، بكون هيك زي الارنب هيك فرار حلو. طيب هاي الحركه بركه. الله الله. هلا القرع رح نديره، ولسه في بهارات كمان نرجع نحط كمان مرة. إيش الدقة؟ راس الحنوت. راس الحنوت كمان مرة. والدقة سمعي لي راس الحنوت فيه. سمعي لي راس الحنوت. بس أنا لقطت إنها فيها حلبة لأني استغربت من الحلبة مع البهارات. روعة مو معقول. بس شوفي بإيطالي مش بهارات، بإيطالي أعشاب. كل بلد ايش عندهم شو بيطلع شو بيعمل زي ما قلتي زي ما قلتي كل بلد له هيك اكلاته الاشي اللي بيميزهم. بعدين مع الشم، بعدين حاسه الشم قويه. اسمعي لما كنت بالجامعه انا درست باربد. اوكي. فانه اهل عمان وهيك باربد وعايشين. اسمعي احلى سنين حياتي انا عشتها هناك صراحه، بتبني شخصيه وبتعملي كل هاي الاشياء. فالمهم بالجامعة كان واحد انه من الكثير معروفين هناك بالهذا، فهو كلهم بيعرفوه بس هو مش دائما بيحفظ الاسامي. فلما بيجي اثنين هم هو ما بعرفش اسميهم، فانه ابو حميد الوحش. هيك هاي هي سمارت، ذكي على فكرة. رهيب انه خلص صار من يوم طالع هذاك يشوف الوحش، عرفتي؟ خلص هيك صار اسمه. جود ايش صار بالشوربة؟ عم تغلي هلا، عم بوط عليها شوي لاني بدي تسبك اكثر نتفه. اوكي. بس هيك ارجع على السريع نحكي اللي عملناه. حطينا الزبده، حطينا البصل، بصل. حطينا تومه اساسي للشوربه. هلا انا حضرت القرع وعملت الدقه اللي هي السمسم، البندق. ايش في عندك على فكره؟ هي مش بس بندق، انت شو بدك تحطي مكسرات حطي. أوكي. بس انا حسيت انه البندق لهاي الشوربه رح يزيد من نكهاتها وطعمتها. حطينا كمون حب، حطينا ايش حطينا كمان؟ كمون وسمسم وبندق. حمصناهم امته ضربته بلسز، وحطينا كزبره. صح حطينا كزبره حب. اوكي. حمصته على الخفيف بعدين ضربته وطلع عندي هاي البودره. اوكي. هلا عشان ما تطلع عندنا صحيح، اذا تضربيها على الخلاط ممكن تطلع معاكي معجون. ايش تحطيه؟ في الطحين. اوكي عشان ما تطلع زي البيست. ما تطلع بيست، ما تطلع معجون. اذا بتحطي معها شويه طحين بيطلع عندك هيك، او انت بتتحكمي بالخبطه وانت بتكبسي على قد ايه بدك تهرسيها. حطينا هذا بالفرن، زيت زيتون، القرع، زيت زيتون والدقة وشوية مي وبالفرن. بتعرفي امتى خلص؟ بتستمسك الشوكة تدقريها هيك. اوكي خلص استوت. استوت. استوى العدس. يلا حطينا بعدين نار، درنا عليها مرقة الخضار والعدس والعدس المنقوع، وهيها والقرع والقرع حطيناه طبعا. اوكي. وهيها عم تتسبك. خليها تتسبك شويه، بدي اياها هيك نتفه، ما راح اهرسها هلا، خليها نتفه. اوكي. فهي هلا هاي خلصت. اوكي. بدي اضربها بالهاند بلندر. اوكي. بالخلاط. بهاي المناسبه السعيده بدنا نشكر نسيم الدادا على الكهربائيات اللي مقدم لنا اياهم. هلا في تريك تعلمتها برضه بالمطابخ. اوكي. لما بنكون قاعدين عم نضرب عاده بس ما يكونش اشي سخن بنحط نايلون بخزقها شوي وبعمل هيك كيف ما رشيتي كله مغطى. اوكي ما بتطرطش الدنيا. ما بتطرطش. أوكي. او بتجيبي صحن وبتحطيه هون، الصحن البلاستيك هاي وبتحطيها وانت مش جايبه اشي.
او فيت تطلع من الست كله. هلا هاي رح ارد ارجعها على النار. في دي بالك انا برجعها. رح ترجعي على النار ليش؟ بس هيك ترجع تتسبك نتفه. اوكي بعد ما ضربتيها خلاص هي تدم خالصه. أوكي. بس بضل بالاخر تشيكي على الملح والفلفل تبعها. اوكي